السلام عليكم يا عصابة الرعب، أتمنى أن تكونوا بخير وفي حالة جيدة. من الشاب الذي هاجمه الجن في المنزل إلى الفتاة التي سكنها الجن، سنقدم لكم في هذه الحلقة مشاهد لأشياء مرعبة صورتها الكاميرا ولم يجد لها تفسيرا، فلنبدأ على بركة الله. رقم 1. شاب دخل لوحده لمعبد مهجور فحصل له شيء مرعب. في شهر غشت من سنة 2022 قرر شاب مغامر الذهاب لاستكشاف مبنى مهجور. هذا المبنى يسمى بمعبد الماسونية وقد بني سنة 1916 في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية من طرف طائفة سميت بالماسونيين، وكانوا يجتمعون داخل هذا المبنى ويقومون بطقوسهم الغريبة بداخلها، ويقال كذلك بأنهم كانوا يعبدون الشيطان. كانت هذه الطائفة تضم مجموعة من أغنياء العالم وكذلك من هم في مناصب كبيرة في الحكومات والسياسيين. وفي سنة 1969 أغلق هذا المعبد أبوابه وبقي مهجورا لحد الآن. المهم، عند دخول الشاب للمبنى في الأول كان كل شيء يمر بشكل عادي، بعد ذلك حصل هذا الشيء. Something touched me, I swear to God. I swear to God, it felt like something just touched my back. I don't know if it was my book bag flopped on my back or what. It scared the f out of me, I swear to God. And there's no water drips. Yo, that scared the sh out of me. Okay, let me calm down. بدأ الشاب يحس بأن هناك شيئا يلمس ظهره، لكنه عندما يستدير لا يجد أي أحد. رغم ذلك استمر في استكشاف المكان، وهنا بدأت الأمور تصير مخيفة أكثر. فجأة أغلق الباب من تلقاء نفسها. على الفور دخل الشاب لتلك الغرفة لكنه لم يجد أي أحد، لكن قبل ذلك ظهر شيء مخيف تقشعر له الأبدان لم ينتبه له الشاب. فهل رأيتها؟ شاهد الفيديو مرة أخرى ودقق النظر جيدا. I
وجه شاحب بملامح مخيفة ظهر خلف الباب، لكن الشاب عندما فتح الباب لم يجد أي أحد، وكأن ذلك الشيء قد تبخر في الهواء. رغم خوفه قرر الشاب إكمال استكشاف المكان، وهذا ما حصل. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? This is really weird. It's closed again. Maybe it is a wind. عندما قال الشاب مرحبا سمع صوت خافت بالكاد يمكن سماعه. قال نعم. إذن ماذا قد يكون هذا الشيء برأيكم؟ وهل هذا المعبد الماسوني مسكون بالجن كما يقال؟ شاركونا تفسيراتكم في تعليق. رقم 2، حارس أمن حصل له في هذه الليلة شيء صادم ومرعب لحد كبير. بعد أيام قليلة من نشر الحارس لهذا التسجيل في حسابه قام بحذفه لسبب غامض، لكن العديدين قالوا بأنه قام بحذفه لأنه لا يريد رؤيته مرة ثانية لكي لا يتذكر الشيء المخيف الذي حصل له في تلك الليلة. ولحسن الحظ أنني قمت بتحميل الفيديو قبل أن يتم حذفه. المهم، هذا التسجيل صورته كاميرا مراقبة بوقت متأخر من الليل داخل إحدى الشركات. في التسجيل يظهر حارس الأمن يقف قرب باب المصعد. بعد ذلك حصل هذا الشيء. يبدو بأن الحارس كان يتحدث مع شخص غير موجود أو لا يمكننا رؤيتها. حسب ما قال فإنه كان يتكلم مع امرأة عجوز كانت تسأله عن شيء ما. ظل الحارس يتحدث هكذا لمدة طويلة. بعد ذلك رأى زميله في العمل ما يحصل في شاشة الكاميرا، فقام بالاتصال به وأخبره بشيء جعل الدم يتجمد في عروقه من شدة الخوف.
على الفور ضغط في زر المصعد معتقدا بأنه سيفسح فورا. بعد ذلك وبدون أن يفكر ومن شدة الخوف هرب بسرعة من المبنى دون توقف ومن دون أن يلتفت للخلف. قام الحارس بحذف الفيديو دون أن يترك تفسيرا أو يعطي معلومات حول ما رآه بالضبط، ليبقى هذا لغزا محيرا، ويبقى السؤال المطروح عن ماذا أو من كان الشيء الذي رآه الحارس وكان يتحدث إليها. شاركونا تفسيرتكم في تعليق. رقم 3. شاب يدعى مارسي انتقل للعيش لوحده في منزل جديد، ثم بدأت تحصل له بداخله أشياء غريبة ومرعبة لحد كبير. في الأول كان مارسي فرحا بمنزله الجديد ويعيش فيه بسلام رفقة قطته، لكن فرحته لم تكتمل، فبعد أسابيع قليلة بدأ الشاب يسمع في الليل أصواتا غريبة تأتي من جميع أنحاء المنزل. بعد ذلك بدأت الأمور تصير أكثر حدة وخطورة. وفي هذه الليلة وبينما كان مارسيو يشاهد التلفاز سمع مرة ثانية تلك الأصوات، فقرر هذه المرة أن يبدأ في التصوير لتوثيق ما يحصل. فلنشاهد تسجيل. فجأة أغلق الباب بقوة. ذهب الشاب لاستكشاف الأمر لكنه لم يجد أي أحد، وعند عودته لغرفة المعيشة وجد المصباح يتحرك من تلقاء نفسها. رغم شعور الشاب بالخوف إلا أنه قرر تهدئة نفسه وعدم الاكتراث والرجوع لمشاهدة التلفاز، وهذا ما حصل. رغم أن النشاطات المخيفة بدأت تصير قوية أكثر فأكثر، إلا أن الشاب قرر التشجع والبقاء في المنزل وإكمال تصوير ما يحصل، لكن يبدو بأنها لم تكن فكرة جيدة.
بعد كل ما حصل بدأ الشاب يشعر بعدم الأمان في هذا المنزل، وبدأ يفكر في الانتقال للعيش في مكان آخر، حيث يعتقد بأن هذا المنزل مسكون بالجن وقد يؤذيه في أي لحظة. فماذا كنت ستفعل بالصراحة لو كنت مكان هذا الشاب؟ رقم 4. هذا الفيديو انتشر مؤخرا بشكل جنوني وأرسله إلي عدد كبير منكم وطلبتم مني التحقق منها. عند البحث وجدت بأن هذا التسجيل يعود لسنة 2021 وقد وصل لأكثر من 9 ملايين مشاهدة. في الفيديو يظهر صديقين في المنزل، بعد ذلك جاءت فتاة يبدو بأنها كانت صديقتهما، وفي وقت متأخر من الليل سمع أحد الشابين الفتاة وهي يصدر صوتا غريبا من داخل الحمام، فدفعه فضوله للتجسس عليها لمعرفة ما تفعله بالضبط، لكن ما وجده كان مرعبا. What do you want? Parker? Parker? Just woke up. I can hear Chester screaming for me. I don't know what the hell he's doing. كل الصفحات التي نشرت الفيديو قالت بأن ما ظهر في هذا الفيديو حقيقي وبأن هذه الفتاة قد تلبسها الجن، لكن عند البحث وجدت بأن هذا الفيديو ليس سوى تمثيل، وهذين الشابين لديهما قناة شهيرة على اليوتيوب يعرضان فيها أفلام رعب قصيرة يصورانها بطريقة احترافية، وفي هذه الحلقة كان يمثلان فيلما قصيرا على أساس أنهما اشتريا هذه الفتاة من الانترنت المظلم. رقم 5.
إذن كانت هذه بعض المشاهد لأشياء مرعبة صورت الكاميرا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في أمان الله وشكرا لكم.